أن أشير إلى أهم ما تعرض إليه ذلك الجزء من المواضيع التي تعتبر بحق كذاكرة تاريخية من ماضي هذه المدينة. فلقد وقفنا في البداية على أحداث إسلي التي جرت وقائعها سنة 1844، أحداث جرت فيها أول مواجهة حربية بين القوات الفرنسية والجيش المغربي. تاريخيا كان السبب الرئيسي لهذه المواجهة هو رفض المغرب لمطالب الفرنسيين بإبعاد الأمير عبد القادر الذي كان قد التجأ إلى مناطق وجدة على رأس العديد من المجاهدين الجزائريين الذين رفضوا الاحتلال الفرنسي لبلادهم وقرروا مواصلة الكفاح ضد المستعمر انطلاقا من الأراضي المغربية. طبعا بسبب هذه المساندة وهذا التضامن وهذا العون الذي قدمه المغرب بالأمير عبد القادر، غزت الجيوش الفرنسية المناطق الشرقية من البلاد ووقعت معركة إسلي وأدى المغرب الثمن. ومنذ ذلك الحين بدأت أطماع الاستعمار الفرنسي تتجه نحو المغرب. تعرضنا كذلك وبصور الوثائقية لذاكرة تاريخية أخرى تدخل هي أيضا ضمن الصراع المغربي مع الاستعمار والذي شهدته منطقة وجدة بالذات مع بداية هذا القرن، والمتمثل في أحداث أو في احتلال هذه المدينة سنة 1907 بسبب حادث بسيط كان هو مقتل الطبيب موشان بمدينة مراكش. وكانت مدينة وجدة بذلك هي التي أدت الثمن، إذ كانت أول مدينة مغربية باعتبارها تقع على الحدود الجزائرية يقع احتلالها من طرف الفرنسيين. وكنا قد قدمنا كشاهد إثبات عن هذا الغزو الاستعماري لمدينة وجدة أحد شيوخ المدينة الذي عايش بداية الاحتلال وتحدث عن مجريات وقائعه. الجزء الأول هذا اختتمناه بالحديث عن أهم الأبواب التي كانت تحيط بمدينة وجدة العتيقة، ومستعرضين كذلك الدور التاريخي الذي كانت لهذه الأبواب، مبرزين أيضا من خلال الصور الوثائقية الوضعية العمرانية التي كانت عليها في أيام زمان وبين وضعيتها الحالية. سيداتي سادتي، سندخل مع هذا الجزء الثاني الذي سنقدمه لكم بعد لحظات إلى قلب المدينة العتيقة لوجدة، حيث سنترك كاميرا التلفزيون تتجول بكم عبر إحيائها وأزقتها، وسنقف هناك على عدد من البيوتات والبناءات المختلفة التي كانت في وقت من الأوقات الماضية قد صنعت أحداثا تعتبر حاليا ذاكرة تاريخية لمدينة وجدة. إذن أترككم سيداتي سادتي مع الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بذاكرة مدينة وجدة. الآن كتواجهنا المدينة القديمة لمدينة وجدة. دخلنا طبعا من الباب الغربي، هذا واحد من البيبان اللي كنا تكلمنا عليه، وطبعا مجموعة ديال الأبواب واللي سبقنا تحدثنا عليها اللي كتأدي داخل المدينة. الآن حنايا داخلين المدينة. السر الرفاعي هذه أول بناية، هي دار لواحد السيد سميته بوزيان الحيلة. نعم. وشهد أحداث كثيرة في الوطنية، وسي الحاج محمد بن تاهيلة الشهيد على هذه الفترة. السلام عليكم. هو أهلنا. السلام عليكم. لا انا ما فهمتش، هذه البنايه ديالها، هذه كانت بنايه ديال شي واحد من الحركه الوطنيه ولا شنو؟ كانت بنايه ديال سي بوزيان بن محمد. نعم. الله يرحمه. نعم. كان معنا في الحبس 37. نعم. في ساعات الكتلات الوطنيه. نعم. ولما جا الشي علال الفاسي الله يرحمه برفقه الحاج عمر بن عز الجلي رحمهم الله. نعم. تنظم هنا واحد الاجتماع وطني. يعني انا تنظم الان. ها؟ انا هذه بنايه، هذه بناية كانت تعتبر أو ما زال الآن تعتبر ذاكرة بالنسبة لمدينة وجدة. هذه البنايات نعقد فيها في العام 1936، يمكن يعتبر أول اجتماع ديال الحركة الوطنية ولا لا؟ أول اجتماع ديال الحركة الوطنية يعني تنظم هنا في الطبقة الثانية. طيب باش نشوفوا المحل، لأنه بالنسبة لهذه المدينة كما قلتي أو بالنسبة لهذه البناية هي ذاكرة ديال هذه المدينة، فنمشيو للبناية هذه ونطلعوا نحاولوا ندخلوا حتى للدار إذا كان في الإمكان. هذه حضرون المحل اللي كان قال فيه الله يرحمه الرفقاء الحاج عمر وعدد من الوطنيين إبدال. الآن احنا دخلنا لهذه الدار، هذه دار تعتبر ذاكرة ديال مدينة وجدة، بحيث في هذه الدار تنعقد في 36 كما قلنا. أهلا وسهلا.
اهلا اهلا محمد سي بوزيان. اهلا استاذ بس بن محمد بن بوزيان مولاها الدار. سي بوزيان اللي عطاناها الدار شعملنا واحد الجمعة. الجمعة اللي كان جدك كان مهم كان طيب منفرد من نوعه. انت نعم سيدي اشوش عندكم هنا؟ انا جدي عندي واحد الصوره حتى تهضروا على هذا الشيء كذكرى نوريها لكم. بغيت تفضل تفضل. الجد ديال هذا السيد هذا هو مول الدار. فهاد الدار اللي كان حاضر فيها السي بن تاهيله هنا تعقد كما قلنا سابقا الاجتماع يمكن نسموه الاجتماع التاسيسي ديال الحركه الوطنيه ديال هذه المدينه ديال وجده. استاذ هذه الصوره جدي. هو هذا راه ديال السي بوزيان ديال مول الدار هو جدو. هذا مول الدار اللي عطى البيز ديالو باش نعقد هذا الاجتماع. اي عطاه الدار ديال باش. بسم الله شكرا. وكمفاجاه غير نقول لكم واحد الصوره ديال ذاك الاجتماع اللي وقع حنايا. شنو هي الصوره هذه؟ تفضل هي الصوره ديال الاجتماع اللي وقع. تماما تماما بحيث كنشوف هنايا هاد المعالم الهندسيه ديال الدار كاينه هنا في هذه الصوره هذه. هذا المرحوم علي الفاسي في الوسط كيبان. طيب احنا قبل ما نتكلموا على هاد الناس هادو ما فيها باش نتكلموا على عليك انت كشخص لان خديناك انت كشاهد على هذا الحدث. اش باقي في الذاكره ديالك على هذا الحدث؟ باقي الذاكره ديالي هو انه الاجتماع اللي كان هنا واجتماع مهم فريد نعم. من نوعه نعم في ذاك الوقت نعم وحضره سي علي الفاسي الله يرحمه. نعم احنا غنتكلموا على الصوره ونتكلموا على الاشخاص. لا باغي نقول لك انت اش باقي في الذاكره ديالك الان؟ يعني احنا الان كنتكلموا على هذا الحدث تاريخي بالنسبه لمدينه وجده. ايه بالنسبه لمدينه وجده خلى واحد الذكرى مهمه خلى يعني بسبب ذاك الاجتماع كان واحد الالتفاف وطني وكانت واحد الحماسه وطنيه. نعم وكان واحد الهدف منها خلى هذاك الاجتماع يعني مهم ومنه تكونت الوطنيه الى حد الان الى حد الان. نعم ثم انتهى هذاك الجمع المهم انتهى باكتتاب ببناء مدرسه حره. نعم هذا باش انتهى مدرسه حره في هذا التاريخ بدات العمليه ديال تاسيس الحركه المدارس في هذا التاريخ ديال الحركه الوطنيه. تعمل اكتتاب هنا بحضور سي علي الفاشي والحاج عمر بن عبد العزيز رحمهم الله لاجل بناء مدرسه حره لان المدرسه الحره اللي كانت هنايا غير مكريه ديال الماليه والسي علي اقترح لنا باش نبنيو مدرسه حره. طبعا حنا كنتكلموا الان على الثلاثينات فهاد الفتره هذه وبالنسبه خاصه بالنسبه لمدينه وجده يعني حتى المدارس ديال اللغه العربيه كانوا قلال او ما كاينش كان مسيد هادشي اللي كان اغلب المدارس اللي كاينه هي اللي بنوها الفرنساويين ديك الساعه في هذه المدينه هذه. فالانشاء مدرسه وطنيه ديال اللغه العربيه كان حدث مهم ورئيسي بالنسبه للفتره التاريخيه. فانت كمؤرخ الاستاذ سعد الحميد يعني كيفاش يمكننا نفسروا هذا الحدث؟ اهميه هذا الحدث كون المدينه ديال وجده لم تبقى منعزله عن الحركه الوطنيه التي كانت في المدن الاخرى كفاس والرباط. نعم. وغيرها. ثم كان هناك امل لدى الوطنيين المغاربه في المذاكره والمباحثه مع الحكومه الجديده في بفرنسا وهي حكومه الجبهه الشعبيه. تماما 36 كانت الجبهه الشعبيه هناك. وربما بالنسبه الينا اهم من ذلك هو كون هذا المكان هو قريب ب 100 او 150 متر من مركز القياده العسكريه الفرنسيه. وهذا نوع من التحدي ومن المواقف المشرفه بالنسبه لنا. انا ما كانش في راسي هذه العمليه كون اننا هذا المحل الان اللي موجودين فيه واللي تنعقد فيه هذا الاجتماع كما قلت واللي صرت باجتماع تاريخي فعلا ديال الناس رواد الحركه الوطنيه على بعد 150 متر كتوجد بجانب هذا المحل المقر القياده العسكريه الفرنسيه. وطبعا هذا الاجتماع انتم خلصوا عليه ضرائب. خلصنا عليه ضرائب. من بعد ذاك الاجتماع لسنه 37 اعتقلنا سنتين. وقع اعتقال جميع الوطنيين. كاع اللي كانوا في هذا الاجتماع هذا؟ كاع اللي الجل فيهم. الجل اللي كان في هذا الاجتماع اعتقل سنتين. ثم حتى سي بوزيان اعتقلت. ثم ثالثه اعتقالات واعتقالات واعتقالات. طيب دابا الان بهذه المناسبه
وحنا جينا باش نشوفوا هذه الصوره في اللي قدمها لنا الحافد ديال سي بن زيان او سي بوزيان سي بوزيان سي بوزيان نشوفوا هذه الصوره هذه سي بن تاهيله هنا انت كنت من الحاضرين طبعا ها انت كنت من الحاضرين انا تعطينا بعض الاسماء فين انت طيب هنا كيبان لنا في الداخل كيبان لنا شعل الفاشي الله يرحمه ايه حاج عمر بن عبد العزيز رحمه الله نعم الشعب الشان وزني رحمه الله نعم سي بن ناصر العربي اللي كان مندوب كان يتعامل مع سي عبد السلام الوزاني ديال الكتله هنا ديك الساعه وهذا مقدار سي بوزيان هذا الشي بن عوده الله يرحمه وهذاك كان الدرفوفي الله يرحمه وهذا اللي على قنت كان الشي احمد بن داري الله يرحمه اذكر ورحم كان شي محمد بن رياح الرياح هو اللي وقف هناك وهذا اللي لازم وهذا الاطفال شكون هما لانه كيبانوا حتى اطفال كاين حتى كاين هذا القباج لا لا هذا الحاج دريس لا هذوك الاطفال الصغار اللي تحت هذوك الاطفال الصغار ما إيه لا انا لا مشكل اخر اي الصغار دابا سافر كاين اللي مشى فعلا هذو اللي كيبان لكم انا في هذه الصوره هذه صوره خالده فعلا هذو هما يمكن نقولوا بالنواه الاولى اللي هزوا على كتفهم الحركه الوطنيه هنا في مدينه سوجده هذا الوليد ديال السي عبد الرحمن حجيره تماما هذو هما الناس وفي هذا البيت هذا اللي يعتبر بيت تذكاري بيت يعتبر بيت ديال الناس اللي من يعني خرجوا من هنايا اول دار اللي تبنات في ذاك الوقت في هذه الناحيه هي تناسب لذاك الاجتماع وكان هذا اخر اجتماع كان في الدار كان اخر اجتماع كان اول اجتماع واخر اجتماع انعقد في هذا الدار ومن بعد بداتوا كتعملوا اجتماعات محلات اخرين كنا نعملوا اجتماعات محلات اخرين وكرينا المحل وكذا طيب دابا الان حنايا هذه كانت هي البدايه ديالنا وحنا داخلين من باب سيد الغربي الان غنتبعوا المسيره ديالنا ونحاولوا نشوفوا بنايات اخرى اللي فعلا كتحمل الذاكره ديال هذه المدينه طيب نتفضلوا هكا سي مزيان شكرا اسمحوا لنا بارك الله فيك انت على الاقل عطيتينا هذيك الصوره ذكرتنا بايام زمان تفضل سي بتهيل ربما العديد من السكان ديال مدينة وجدة وخاصة الجيل الجديد ولا حتى السكان اللي صبحوا كيستوطنوا هاد المدينة فيما بعد ما أعتقد ما أنهم ما يعرفوش المكانة التاريخية اللي كانت كتحصل لها هاد البناية في القديم هذه كانت هي أولا في البداية كانت هي مقر ديال البنك المخزني هنا في مدينة وجدة بل أعتقد هو أول بنك أنشئ هنا في المغرب من بعد دخول الفرنسيين في سنة 1907 المدينة وجدة واحتلالها ثم تحول حسب ما سمعت إلى مقر القيادة العسكرية الفرنسية لا أشكال أن الإخوان اللي معايا ومرافقيني في هذه الجولة عندهم بعض الذكريات مع هذا الحي ومع هذه البناية بالخصوص فأسي بالرياح أنت من الناس اللي كنت ضمن الحركة الوطنية وكان العسكر هنا كان العسكر اللي وكان بجوارها كان كما قلنا فيما قبل كان المقر ديال الاجتماع ديال 36 اللي حضر فيه المرحوم علي الفاسي وكنا قلنا ان ذاك هو تحدي الفرنسيين ان هذا الاجتماع اللي وقع في هذا التاريخ ديال 36 وبجوار مقر القياده العسكريه الفرنسيه هذه المركز ديال تابع القياده العسكريه هنا ديال جيوش الاحتلال الفرنسيه وكان هنا كتمشى جميع المسائل ديال الاداره العسكريه بحيث كان كيسكن في القصبه كان يسكن الرئيس ديال الجيوش الفرنسيه جميع في الاقليم ديال وجده نعم من جمله الوقائع اللي وقعت اللي مازال كتذكرها انت مازال كنذكرها كانت وقعت حوادث ديال اليهود في نهار الاثنين 8 جوان 48 1948 هذا في الحرب العربية الإسرائيلية الأولانية ديال 48 هذه قاموا هنا وقعت شي حوادث ما بين اليهود والمسلمين والوجدة هنا في مدينة وجدة وقعت مظاهرات تأييد القضية الفلسطينية وقع هجوم على اليهود منهم من مات ومنهم من جريح ومنهم بداو الفرنساويين كيلقيو القبض على الوجديين على المغاربة كانوا يجيبوهم لهذا المركز هنا كيستنطقوهم نعم لان محل عسكري كانوا كيستنطقوهم نعم. هنا نعم
مجموعتهم السي عبد الكريم البرحيلي رحمه الله كانوا لقوا عليه القبض وعدبوه هنا في هذا المركز هذا تاع ليتاماجور ديالهم. وشنو السبب؟ هو انه بحيث كنت انا مراسل ديال جريده العالم في ذلك الوقت وكنا كنشوفوا على انه كل صباح تيصبحوا هنا قبل الحوادث ديال اليهود بواحد الاسبوع كيصبحوا هنا قنابل صغيره مرميه في الشوارع وكيجيو الدراري يلعبوا بها وكترتقى تفرقع عليهم. برينال رئيس الناحيه كان يمهد للحوادث ديال اليهود ماشي اليهود كانوا يعملهم. كانوا يصبحوا في المدينه وكان طلبوا من الحكومه او من السلطات الفرنسيه تبحث شكون اللي كيعمل هذا القنابل القبض وداوني للكوميساريا للشرطه وجلست واحد المده ديال 3 شهور ثم اذا دوزت 3 شهور طيب هذه بنايه طبعا عندها مكانه تاريخيه رغم ما كانت تجسمه انذاك. هذه صوره تاريخيه ديال هذه البنايه طبعا لما كانت فعلا المقر ديال القياده العسكريه هي هذه كانت المنظر ديالها جميل فعلا وكانت اشجار كتحيط بها. الان كما كيتضح بنايه اصبحت عاديه واصبحت مقر ديال المندوبيه ديال التعاون الوطني. وكما سمعت فلربما هذه البنايه فيما بعد ستهدم. نعم غير سابقا قبل ما تكون هذه البنايه هذه الارض كانت بملكيه اداره الاحباس. نعم وذاك المسؤول ديال البنك اللي تنشا هنا الاسم ديالو امير الميرلا. نعم هو كان عنده بعض الحصص ديال الماء اللي يتوزعوا على الطريقه التقليديه ماء سيدي يحيى لسقي البساتين. نعم خمس حصص يعني سلمها لاداره الاوقاف. ايه وهو تسلم هذه الارض اللي مساحتها 738 متر مربع في تاريخ 18 غشت 1912. اذا سنه 1912 تنت البنايه هذه. هذه هي المؤسسه البنكيه والمؤسسه العسكريه اللي كانت ايام زمان. فهذه البنايه دخلت بدورها التاريخ هذه المدينة وذاكرة هذه المدينة. الآن تحولوا البناية أخرى اللي كتضمها مدينة المدينة العتيقة ديال وجدة. من جملة البنايات اللي موجودة في هذا الحي اللي كتسمى بحي القصبة في مدينة وجدة هذه البناية اللي أمامكم واللي كتسمى دار المخزن. طبعا هذا الحي ديال القصبة كيضم واحد المجموعة ديال البنايات اللي تعتبر ذاكرة فعلا ديال مدينة وجدة. الشخص اللي معنا اللي هو يعتبر وثيقة بالنسبة لمدينة وجدة الأستاذ سي محمد بن رياح وطبعا الأستاذ اللي كيجول معنا سي عبد الحميد إسماعيل العلوي غادي نلقيو بعض الأضواء على هذه البناية. أولا كتسمى دار المخزن لانه ماشي من عاده كون ان بنايه داخل احدى المدن كتسمى دار المخزن. المخزن حنا كنعرفوها موجوده اما فاس او مراكش او في الرباط. علاش كانت كتسمى دار المخزن هذه كيسموها؟ سميت بدار المخزن لان جميع العمال اللي كانوا كيمثلوا الدوله العلويه الا كانوا هنا المقر ديالهم المخزن وجميع المسائل اللي هي مخزنيه كلها كتنعمل هنا فلهذا والسكنه ديال الباشا هنا في كل شيء لهذا سماه دار المخزن. هذه السبب فقط السبب ديال السميه دار المخزن وبقات كتسمى دار المخزن الى دار المخزن الى يومنا هذا الى اوائل الاستقلال لان كان الباشا بن كروم هنا كان الباشا ايدر هنا كان كلهم هنا كان الباشا الحيحي كان الباشا الحجوي لهذا سميت بدار المخزن. في اوائل الاستقلال ما بقات شيء رجعت محكمه ديال التوثيق ودار المخزن ولات تقريبا في دار في العماله في المعامل اللي كيمثل الملك. هي هنا ذكرتي بعض الاسماء الباشا كروم والباشا الحي هادو باشاوات كبار باشاوات مخزنيين اللي كيمثلوا السلطان. اي ولكن كانوا شهدوا احداث تاهما في العصر ديالهم. الى ذكرنا بن كروم هذا باشا بن كروم في وقته احتلت تحت الجنرال ليوطي احتل مدينه وجده يعني في عام 1907 1907
باشا بن كروم هذا هو مكناس تيقولوا باشا بن كروم حمد بن كروم الجبوري وبقى باشا وبقى باشا حتى 1922 طال كثير طالي. طيب كما قلت هذه البنايه اللي امامكم اللي كتشاهدوها شهدت احداث وتصنع داخل احداث ماشي البنايه انسانين البنايه القديمه اللي شهدت الاحداث تهدمت مشات نعم كان باشا بن كروم هنا كانت دار المخزن في شكال وكان مسجد ديال دار المخزن لما جاء الاستقلال هدموها كلها ورجعوا هذا ولكن الاسم باقي اي لا احنا كنهضروا على البنايه على المكان كذلك لانه وقع فيها تغيير طبعا لان الحكم الزمان شهادته هذه دار المخزن غادي ندخلوا الان تسمحوا لي السي الرياح غندخلوا الان باش نوقفوا على بعض هذه الاحداث اللي وقعت في الدار تفضلوا معنا الآن دخلنا لدار المخزن فعلا هذه هو المكان القديم اللي كان هنايا كيكون فيه المخزن يعني الباشا ديال المدينة هذه البناية طبعا شهدت كما قلت سابقا مجموعة من الأحداث وصنعت داخلها مجموعة من الأحداث السياسية اللي شهدتها مدينة وجدة فأمامي صورتين ديال هذه الأحداث هذه صورة ديال إحدى الحفلات السي بريح إحدى الحفلات متوسط فيها الباشا حيحي نعم وهذه مناسبة ديال شي عيد إما عيد الفطر أو عيد الأضحى أو يعني عيد العرش كيجيو هنا يزوروا الباشا بصفته هو الممثل ديال السلطان هنا في دار المخزن اللي كنلاحظوا هنايا كاين ناس ديال السلطة وكاين وكاين الأعيان ديال البلاد أعيان ديال البلاد بما فيهم وجديين جزائريين كذلك منهم عبد الله بن عمر منهم العلماء كذلك منهم السي هاشم الفلالي منهم طبقة العلماء قاضي بالعالم طبقة كذلك ديال التجار طبقة ديال الأعيان طبقة ديال جميع الطبقات كانوا يجيو هنا تيزوروا الباشا ويحضروا في الحفلة اللي كيعملها وتيعلنوا الولاء ديالهم اللي كيبان لي هنا شكون هاد الشخصيات هذا بوتفليقة هذاك شكون هذا اللي هذاك السي بوتفليقة التلف على اليمين ديال عبد العزيز بوتفليقة الأب ديال عبد العزيز الأب ديالو كان تاجر هنا في قصارة بن هطال نعم إذن هنا كما كنلاحظوا من خلال هذه الصورة أنه كانوا يعني هذه الأعيان ديال مدينة وجدة كما غريبة وكجزائريين بحيث كيتسموا كاملين مواطنين ديال هذه المدينة هذه طبعا كما قال السي برياح كون أنها إحدى المناسبات أعياد أعياد وطنية أو أعياد دينية هذه صورة ثانية هذه كذلك في إحدى المناسبات هذه مناسبة فيها كذلك في قيه بالعالم وعلى اليسار نعم وهذو فرنسيين الخليفه السرغيني هذا خليفه الباشا هو اللي امامنا فيها المحتسب على اليمين الطيب بن الحسين على اليمين وهذو رجال السلطه الفرنسيين ديال الحمايه هنا في العسكريين وعسكريين كلهم هذه مناسبه ديال شي عيد يمكن عيد وطني غالب الباشا ما كانش هناش كاينوا عليه الخليفه نعم كيمثل لكن اهم مناسبه كان اهم مناسبه لشهاده هذه البنايه هي تلك الزياره اللي قام بها المغفور له جلاله الملك محمد الخامس لهذه المدينه وهذه البنايه بالضبط مازال اهل وجده كيحتفظوا بهذه الذكرى وبهذه الصوره هذه هي الصوره ديال هذه الزياره هذه صوره ديال الحفله ديال طراد كان الجوق الاندلسي بالمناسبه ديال زياره الملك لمدينه وجده في سنه 43 1943 بسبب الحضور ديال الجنرال كلارك رئيس الجيش الخامس الامريكي هذا الامريكي لان هذا وقت حرب وقت حرب وقت هذا الزياره تلقى مع جلاله محمد الخامس وعملوا حفله هنا فيها الطرب فيها الجوق ديال طيب من بعد ما كنتكلموا حنايا على هذا الجنرال الامريكي معنا كان الامريكيين هنا في الفتره هذه كانوا في المغرب في 42 لا في وجده وجده كانوا هنا نعم. كانوا جاو في نوفمبر 42 للمغرب لا للدار البيضاء ولا للجزائر العاصمه ثم الجيش استوطن المغرب العربي كله ومن بين المراكز المهمه كانت وجده طبيعه الحال وجود الجنرال كلارك يبين ذلك والقاعده ديال الامريكيين كانت هنا في ثانويه البنات كوليج دي جون في الان ثانويه زير بن نفزاويه
كما كان المركز ديال الجيش. طيب هنا كيبان في هذه الصوره كيبان على اليسار صاحب السمو الملكي ولي العهد انذاك مولاي الحسن اللي هو على اليمين اللي هو على اليسار، وحداه المقيم العام هذا شكون كان ديك الساعه في المقيم؟ جابرييل بيو كان هو المقيم العام. هو المقيم العام جاء مع الملك. طيب كان شي حاجه خلال هذا كان شي حاجه هنا في وقت الاستقبالات ديال جلاله الملك كان كيستقبل الناس هنا اليوم الثاني اليوم الثاني ديال الزياره ديالو عملوا له هنا نظموا هنا برنامج باش غادي يستقبل جميع الطبقه ديال السكان. وفين كان كيستقبل؟ فين كيستقبلهم؟ في هذيك القاعه هذيك القاعه اللي داخل هناك. نعم كيخرج يدخلوهم من تما. هذه طبقه ديال الاعيان، هذه طبقه ديال التجار. نعم. هذه طبقه ديال الفلاحه، هذه طبقه ديال الموظفين الى اخره، جميع الطبقات كلها دخلت عند الملك. جات الطبقه ديال الوطنيين باش الحيحي عمل في اللائحه على ان الوطنيين حتى هما غادي يدخلوا يزوروا الملك. نعم. ولكن رئيس الناحيه اللي كان هنا في ذلك الوقت بلغوا الوقت بلغوا الحال على انه غادي الباشا الحيحي يدخل الوطنيين، ما يخفاش عليكم على ان الحيحي كان عنده عطف على الوطنيه. نعم. صفت له رئيس الناحيه قال له ما نبغيش باش تدخل الوطنيين عند الملك. وطنيين ديال المنطقه ديال وجده طبعا. ديال منطقه وجده. الوطنيين لما حادر الامر ديالهم مشاو عند الفقيه غازي رحمه الله. الفقيه غازي كان يمثل كان مدير ديال مجله رساله المغرب، وجا هو باش يقوم بالتغطيه ديال الحفلات ديال الملك ديال زياره الملك لمدينه وجده. هو مول هذا الراي قال لهم اذا كنتم في الماضي تلاميذ ديال المدرسه ديروا انفسكم على انكم تلاميذ ديال المدرسه سيدي زيان. نعم هذا الراي ديال الفقيه غازي الله يرحمه. وفعلا جينا عند الباشا الحيحي وعمل بدل طائفه ديال الوطنيين بالقدماء تلاميذ المدرسه. نعم. سيدي زيان. وفعلا دخلنا. شحال انت كنت كنا 10 كنت معاهم طبعا. كنا 10. نعم. عبدو ربيه، السي احمد بن دالي، السي بن نصر، السي محمد الدرفوفي، السي بن منصور، السي بن تاهيله، السي محمد بن تهامي برادا، السي عبد القادر الازرق، السي محمد الجندي، السي تهامي الودي، هادو 10. منهم اللي توفى ومنهم مازال في الحياه. منهم اللي توفى من هاد العشره بقاو سته بقاو اربعه. الله يرحمهم الله جميعا. لما دخلنا عند الملك قام الباشا الحيحي رحمه الله قال له هاد الناس هما اللي كيمثلوا الوطنيه هنا في وجده. وراه السلطات الفرنسيه منعت ما حبوش يدخلوا، ولكن انا راني قلبت الاسماء ديالهم وراني دخلتهم. ولكن ماشي الحيحي يعني فقيه الغازي رحمه الله ولا عمل. فقيه الغازي هو من الراي. ولكن الكتاب وداك الشيء يعني على الاقل ساعد. عاون. كل ما غش ما يساعد ما يساعد. طيب في اثناء الاستقبال شنو كان الحوار؟ الحوار اللي ما بيناتنا وبين الملك كيسال على وجده. نعم. وعلى الناحيه ديالها كيف دايره الحاله ديال السكان، كيعامل الشعب واش راضي وما راضيش. قلنا له سيدي الاستعمار الفرنسي هنا هلك عباد الله وما نقصرش. قال فعلا في اخيرا قال لنا الباشا هذا صحيحي صحيحي. نعم. راه خادم ديالنا وهو رجل نحبه ويحبنا. الحاجه اللي كانت عندكم مشكله او كذا قولوها له هو يبلغها لي. وفعلا خرجنا في المراضيين في غايه ما يكون، وبقات المسائل وبرينا له سمو رئيس الناحيه ذاك الوقت وقع له الشمتة فخ وقع داروها له طبعا بالنسبه انه غشمتيه. طيب هذا حدث وقع في سنه 1943 اثناء الزياره لجلاله الملك المغفور له محمد الخامس الى هذه المدينه وجده، وفي هذه البنايه هذه شهدت هذا الحدث. اذا الان ننتقلوا لمكان اخر. تفضلوا معنا.